مكملين معكم مشاهدينا بام تي في الايف، وصار وقت فقره باتس. مثل كل تنين بهذا الوقت عم نحكي عن كثير مواضيع خاصه بالحيوانات، عم نستقبل ضيوف، مواضيع جديده وجمعيات. اليوم معي ريم صادق اللي هي من جمعيه انيمالز لبنان، هالجمعيه اللي كانت من الاوائل اللي ابتدوا بالريسكيوينج وبالفولنتيرينج وكل شيء خاصه بالحيوانات، هي وغيرها بس هن من الاوائل. ريم معي اليوم لنحكي عن المواضيع اللي عم بيواجهوها هن على الارض ديورينج ريسكيوينج، شو عم بيصير معهم مشاكل، شو عندهم قصص ناقصة. خلينا نحكي هيك شوي عن المشاكل لنشوف شو عم بيصير على الأراضي ونحن بشو حاجة اليوم. هاي ريم. هاي، كيفك؟ تمام، أنت كيف؟ مثل ما قلت، أنيمالز لبنان من أول الـ NGOs اللي طلعوا بالقوانين لحماية الحيوان والريسكيوينج والإنقاذ والأعمال كلها على الأراضي، أنتم كنتوا من الأوائل. صحيح. أكيد نحن على طول بنستقبل جمعيات بباتس كرمال لنعرف المشاهدين أكثر إنه صار في كثير جمعيات اليوم يلجأوا لها، لأنه في حال ما ردوا أنيمالز لبنان مش يعني ما في عندنا حل لنقدر ننقذ الحيوانات، في كتير جمعيات تانيين. صحيح. بس أكيد مثلكم مثل غيركم، نحن اليوم بلبنان عم نواجه كتير صعوبات، عم نلاقي كتير نقص بكتير أشياء، وأكيد الأحوال المادية ما كتير عم بتساعد. فأنتوا على الأراضي عم تشتغلوا الشغل الكبير، وأكيد نحن بدنا نتشكركم، نحن بنتشكر كل الجمعيات، لأنه أنتوا عن جد شغلكم ما بيخلص، واللي بيكون قاعد ببيته بيشوف حالي بيحكي عنا، مش مثل المتطوعين، مش مثل العالم الفولنتيرز اللي عم تشتغل على الأرض. صحيح. مثل ما سبق وقلت، في مشاكل عم نواجهها، لو قد ما حكينا عنها نرجع منعيدها، لأنه لازم نضل نحكي عنها لأنه ما بتخلص بمرة واحدة. مزبوط. فنحن على طول لازم نضل عم نضوي على المواضيع لنقدر نوصل للحلول قد ما فينا نقدر نساعد. ريم، انت اليوم مع انيمالز لبنان صار لك فتره كثير طويله، انت فولنتير كنت معهم وهلا صرتي عم تشتغلي معهم اكثر. بدنا نحكي شوي شو عم بيصير معكم على الارض، شو عم بتواجهوا مشاكل، شو بدنا نحكي اليوم، شو عم بيصير عندنا بلبنان بهذا الموضوع؟ اكيد هلا هو من يوم يومه معروف انه لبنان في كثير مشاكل بالاوضاع وكوربشن واكل كثير ازمات وضربات. صح. بس الاحداث اللي صارت اخر كم سنه، اذا بلشنا من الثوره للكوفيد للأزمة الاقتصادية اللي صارت وإجت الضربة القاضية بوقت الانفجار، مزبوط، هيدي أثرت علينا مثلنا مثل الكل. يعني نحن اليوم مصرياتنا على القانين بالبنوكة. صح. نحن اليوم عم نواجه صعوبة لنأمن المستلزمات الأساسية، كتير أوقات بيقطع النهار ما في كهرباء، ما في مي، الأدوية اللي هي شيء جدا أساسي، لأنه ما في أدوية. صحيح، 90% من الحالات اللي عنا بياخذوا ادويه. كمان عم نواجه صعوبه كثير كبيره فيها، واوقات عم نضطر نامنها من برا، وطبعا اليوم كله عم نحكي كله بالدولار، واليوم أكيد الدولار عامله صعبه. من ناحيه كمان الناس اليوم بطلت قادره تساعد مثل قبل. صح. وبطلت كمان قادره تهتم بحيواناتها مثل قبل. فعم بصير في حالات تخلي كثير عن الحيوانات. صح. بالتالي زادت عنا الحالات بشكل يعني مخيف، يعني خلال هو ثلاث سنين ثلاث كثير زادت. يعني نحن على طول بنحكي وعلى طول بنعمل توعيه انه بليز ما تكبوا الحيوانات، وخاصه اليوم للاشخاص اللي عم بيجيبوا، اللي بعدهم عم بيجيبوا، بنجرب قد ما فينا نقول لكم انه بليز اعرفوا شو لازم يعني التزام، شو يعني الالتزام، لانه هذا الشيء مش لشهر وشهرين ونكبوا على الطريق. وطبعا هلا حنحكي عن المشاكل اللي وقت نكب الحيوانات على الطريق. صحيح. نحن وين عم نواجه، عم نوصل على مشكله ثانيه من الامراض وغيرها وغيرها. صحيح. اكيد مزبوط. فبالتالي نحن اليوم بطل عم بيصير في عنا، عم بتفوت الحيوانات، عم بتفوت اعداد كبيره، ما بقى في تبني. عشان هيك عم نلجا لانه عم نركز اكثر انه نسفر الحيوانات لبرا. هلا تسفير الحيوانات مزبوط هو حل، ولكن هو حل بيحتاج مكلف ووقت، بنبقى شهور باك اند فورث عم نتواصل مع جمعيات برا لحد ما يجي ابروفل بعدد معين. الحيوان بده يكون fully vaccinated، مخصي مايكروتشيب، بده يشترك كريت يكون ابروفد على حسب الايرلاينز واياتا. اتس ا فيري لونج بروسس، والغلطه فيها ما فيها مزح. بس نحن اليوم كمان ما بدنا نقول انه الحل هو انه نسفرهم، يعني نحن بدنا نحلها هون قبل ما نسفرهم. اكيد يعني السفر لازم يكون للحالات المستعصيه مثل الكلاب اللي عندها صار مشكله بالسبشال نيدز، بلا ايدين، بلا اجر، اعمى، يعني صح. اذا في حاله معينه ومضطرين لازم نسفر، نحن ما لازم نقول انه معلش يلا بكره بسفرون، لانه ما لنا شغله هينه لا. صح. من الوقت ولا للبروسيجر. صح. ولا للتكلفه، نحن هيدا الشيء بنلجا له اذا ما بقى في حلول ابدا. مزبوط. نحن فينا نحلها قبل ما نوصل لهون. مزبوط. هو
اكيد يعني هي العالم المشكله عم يستسهلوا الموضوع صح. مع انه نحن فينا نساعدهم بس بدهم يطولوا، يعني هي مساله وقت بدنا نتعاون يعني كل شيء ممكن يتلقى له حل، بس هي الفكره ما فينا اون ذا سبوت صح. فاذا بيعطونا وقت اي حدا مثلا، مع انه شيء كثير بيزعلنا لما حدا يقول لنا انا ما بقدر اهتم بالحيوان اللي عندي، بس اذا بيعطينا شويه وقت وكمان يعني بدها تكون افورت مشترك، يعني هو كمان بده يحاول على كذا صعيد ونحن بنحاول على كذا صعيد، ممكن نحلها قبل ما نوصل لمطرح نزت الحيوان ونتخلى عنه. لانه مثل ما قلتك انه الحيوان لما عم ينكب على الطريق، خاصه نحن عم نحكي كباتس، اول شيء ما حيعرف يتعايش بالطريق صح، ثاني شيء معرض انه يلقط امراض اكثر من غيره، ثالث شيء لما يزيدوا الحيوانات بالطريق نحن عم نعمل خلل بالسلسله البيئيه، يعني يمكن هلا ما نحس فيها بس بكره حيجي نهار، هلا اذا بتمشي بالطرقات حتلاحظي في كثير باكس اوف دوجز كله زايد، وخاصه يلي عم بكبون ومش خاصينهم صح، فحنوصل لمطرح بيتكاثروا الحيوانات على الطريق، عم بيتكاثروا الامراض، هلا الامراض ممكن تنقل صحيح من محل لمحل صحيح، هذا اكيد وهذا شيء جدا كثير خطر صح. بس يمكن بعض العالم ما رح تحس فيه هلا، بس للاسف اذا ما واصلين له واصلين له اذا ما اشتغلت، يعني كمان هيدي مسؤوليه الدوله كمان ومسؤوليه البلديات، فاذا ما وصلنا لمطرح نقدر نتعاون كلنا مع بعض مع العالم اكيد حنوصل لمطرح كثير بشع بهذا الموضوع. اوكي هلا المشكله الكبيره هي عم نضل نقولها ونضل نحكي عنها لقد ما فينا نقدر نختصرها تتقل لبابا نوصلها اللي هي كب الحيوانات بالشارع صحيح. هلا الحيوانات ثلاث ارباعهم موجودين بالشارع وبدهم انقاذ وبدهم ريسكوينج، وانتم على الارض تشتغلوا، شو عم بيصير عندكم مشاكل انتم كجمعيه؟ يعني اليوم ريم بتشتغل بانيمالز لبنان، كل وقتك ديديكيتد لهم، عندكم فولنتيرز، شو انتم بحاجه اليوم؟ شو عم بتواجهوا المشكله الاساسيه؟ هلا اول شيء نحن عمليه الانقاذ هي منا بروسس سهله، هي بتبلش من اللحظه اللي نحن بيوصلنا فيها لنقول الريبورت التقرير انه في عمل في حيوان حاله معينه، بتبلش من تنسيق تحضير تنفيذ اللحظه اللي نحن بدنا نشيله عن الارض، بده يوصل لعنا، بده يروح تشيك اب حتى لنقول انه ما عنده حاله اوبن ووند او جرح واضح، بيوصل لعنا بده ينحط بعزل، كل حيوان عنا بيبقى 21 يوم تحت المراقبه معزول لنتاكد انه ما عنده اي امراض، بنتاكد بعدين انه احنا قادرين نعطيه الطعم، لانه او اذا حيوان حامل لفيروس واعطيتيه الطعم هون معقول يموت، معقول يموت، وبدك تعزليه شوي عن غير حيوانات لانه اذا حامل فيروس معقول ينقله لغيره، ينقله بالضبط، كل حيوان بيكون له قفصه، طولز التنظيف تبعه، صحنه، عنده حد، يعني كل شيء بيكون نحن عندنا منظم ومقسم، ذاتس واي ما فينا نحط الحيوانات فوق بعضها، نحن هيك بنعرضهم للخطر. نرجع بعدين تقسمون بسينات كلاب، يعني كل واحد بنحط أكيد. بتحطون ايفن كيتنز، يعني الكيتنز لهم لحال، الحيوانات اللي عندها فيروسز لحال، عندنا حالات مكرسحه اللي هن بيحتاجوا كل يوم يتفضلون البلادر 3 تايمز مينيمم او بيعملون يورين انفكشن، عندنا كيسز اللي هن عندهم اشياء كرونيك بضل يجيهم جم انفكشن من وقت للتاني، هو اللي بياخذوا ادويه من وقت للتاني، هو بدك تراقبيهم تتاكدي عم ياكلوا وما بينعمل لهم يعني عمليه او شيء، فعندنا كثير كيسز بتستهلك يد عامله، بتستهلك ريسورسز، بتستهلك ادويه، بنزين، اليوم أكيد. ما فيك ما تعملي حساب لكل شيء صح. فانا بتمنى من العالم يتفهموا انه نحن لو بسهلنا نساعد كل شيء حيوانات ما رح نقول لا، ما حنقول لا، بالسنتين الماضيين صرنا فاتحين طابقين زياده بس حنضل نوصل لمطرح ما حتخلص الكيسز، يعني نحن اليوم بنقول اذا ما عندنا فولنتيرز عم بيجونا دونيشنز من برا يمكن ما كنا ولا جمعيه قدرت توقف على اجريها صحيح، لانه نحن كحاله ببلدنا مش قادرين هالقد نعطي بقى، فنحن عم نتكل على الدونيشنز اللي عم تجينا من برا لنقدر نشوي نكمل، نحن على طول بنقول اذا في جمعيه ما قدرت تلبي الشخص مش يعني خلصت الجمعيات، في كثير جمعيات ونحن قد ما فينا بفكره باتس بنعرف العالم على باقي الجمعيات، بالنهايه انتم ما انكم كومبيتيتورز، انتم متضامنين مع بعض صح. يعني اذا اليوم انيمالز لبنان في حاله دقيتوا لهم ما ردوا، في جمعيات ثانيه فيكم تتواصلوا معها وتحكيهم كمان بيقدروا يساعدوا صح. لانه انتم بالنهايه بتشتغلوا ذات الشغل، مزبوط، انتم متضامنين مع بعضكم، مش حدا أكيد. عم بيكون عم بيغطي على الثاني، فنحن اليوم كمان عم نطلب انه الدونيشنز ما يتركزوا على جمعية واحدة، التليفونات والكيسز ما تتركز على جمعية واحدة، قد ما فينا نتعرف وفي عالم أكثر تساعد، وفي ريسكيورز يعني كمان بيشتغلوا، وفي سوري بوينت بدي أقولها هون،
انه في كثير ناس سافروا. نحن اليوم عدد الفولنتير، اوكي اكيد في عندنا فولنتيرز وانا بدي اتشكرهم، وبدي على سيره الانقاذ والفولنتيرز بدي اتشكر شخص اللي هو النمبر 1 ريسكيور بانيمالز ليبانون، كمال الخطيب. كمال الخطيب تحية لكمال، لأن كمال عم بيتعب كتير معكم، وكمال كتير عم بيكون عليه لود كتير كبير، فنحن بدنا أكتر عدد مثل كمال يعني. مزبوط. بدنا هالأشخاص كلها تكون هالقد ديكيتد. مزبوط. ومش إنه تجي وتفل. هلا في عالم يمكن بالوقت أو بحياتها اليومية والعملية بيلاقوا إنه ما عم بيكون عندهم إناف وقت. صحيح. بس إنه أكيد الأشخاص اللي قادرة جربوا قد ما فيكم يعني تكونوا فولنتيرز وتساعدوا. صحيح. لأن احنا بحاجة، لأنه نحن بحاجة كتير لفولنتيرز وبحاجة أكتر لفوسترز. اليوم نحن كنت أنت عم تقوليني بدنا نلاقي حلول قبل ما نروح على فكرة التسفير لبرا. صح. أوكي نحن هلأ إذا نحن بالجمعية وصلنا لمطرح we're out of space. أوكي. فكيف بنقدر نضل عم نشتغل ونساعد العالم؟ عن طريق الفوسترينج بروجرام. فوسترينج اللي هي اذا في حاله، لنفسر للي عم بيحضرنا انه اذا في حاله بدها حدا يكون عم بيهتم فيها بس تتواجد عندكم بالبيت. صحيح. لفتره زمنيه اللي عم بيتعالج فيها الحيوان. صحيح. لكن صح قدرنا نلاقي له حدا يتبناه ادابتر لنقدر نعطيه لعائله. يعني الفوسترينج مش انه تاخذوا الكلب او البسينه او الحيوان وتتركوه عندكم كل الوقت، هو بس وقت كرمال لحد ما نلاقي له بيت، ومش شرط يكون مريض. في منهم بس كرمال يصير في عنا مطرح ونحن منأمن كل شيء، بس ساعدونا بالسبيس لنقدر نحن نساعد اكثر. يعني انا اذا للمتابعين تبعنا الاسبوع الماضي على مدار 4 ايام كنا عم ننزل بوست عم نترجى، هلا اتس كيتن سيزن، باخر 3 اسابيع فات لعنا فوق ال 30 كيتن. ايه هلا ومن ترمون، هلا ترمون ومنهم بيبي كيتنز بدهم يعني لاكتيت، بدهم لاكتيتنج مام او بوتل فيدينج. يعني كل ساعتين بدهم ياكلوا. على مدار 3-4 ايام عم نطلب بليز بليز ساعدونا. فنحن بحاجه لفوسترز لنقدر نساعد اكثر، ويا ريت العالم يعرفوا قد ايه نحن يعني عم يجينا كيسز بس عن جد ما عم نلحق، بس نحن وياهم بنقدر. اكيد يعني بدنا فوسترينج، بدنا فولنتيرز، بدنا دونيشنز كل الوقت. صحيح. هذا الشيء ما بيخلص، على طول على طول على طول لازم يضل هذا الشيء عم بيصير. لانه نحن مش اليوم بس عندنا هالمشكله، هلا الكيتنز، بكره الكلاب، يعني في مشاكل على طول. مزبوط. الفولنتيرز عندكم انف ولا بتحسوا انه على طول بدكم بعد؟ هلا في فتره معينه بس من وراء الكوفيد والاوضاع الاقتصاديه كان كثير قليل. هلا رجعنا وير اكتيفيتنج، في ناس عم ينزلوا اكيد، بس على طول بدنا، لانه ابسط شيء بدنا ناس تو سوشيالايز مع الكات. صار عندنا اعداد كبيره لبسينات، لما ما تعملي معهم سوشيالايزيشن بصير الكاركتر تبعهم بصيروا شوي شاي شوي. ايه. فيرل، فبيبطلوا بخافوا، ما بيقربوا كثير من العالم، بحسهم بدهم يهربوا، وهذا بيصعب انه تلاقي لهم بيت. يعني أكيد. بس انه اكيد لما بينزل فولنتيرز وبيقضوا معهم وقت، يعني هيدي ابسط شيء. يعني اوكي بعرف الاوضاع الماديه صعبه، بعرف يمكن في ناس ما قادر، يمكن بيوتها عندها مشاكل فيها ما قادرين يستقبلوا، بس اتليست ساعدونا بانه تنزلوا تساعدوا الحيوانات معنا، ممكن باشياء كثير صغيره وبتقضوا وقت حلو. يعني كمان بتعرفي ريفي كثير انيمالز لافرز باي ذا واي، يعني انا صح. على طول بيجيني عالم بتحكيني بتقلي نحن بنحب نساعد وما بنعرف كيف وبنحب وعندنا بسينات وكلاب وبنشوفهم وما مصدقين، ما بنعرف كيف في عالم معقول تكب كلابها. ايه. ما معقول كيف بنشوف العالم كيف عم تقتل هالحيوانات، هالاجرام اللي عم بيصير. صح. كمان نحن عم نضوي على المواضيع انه الحالات اللي عم نشوفها. صح. للاولاد منا منيحه. صح. للعالم يعني كله منه منيح. صح. فبتحسي هيك انه عم بيكون في شويه تعاطف اكثر. اكيد عم بيكون في شويه توعيه، بتحسي العالم عم بتكون اكثر فرندي على هذا الموضوع. صحيح. ان شاء الله نقدر نوصل لنهار انه عن جد نخلص من كل هالمشاكل. مزبوط. ما هو انتم بانيمالز لبنان كنتوا اكثر جمعيه بوقت انفجار 4 آب. ايه. كنتوا على الارض. صح. كنتوا موجودين واشتغلتوا كثير وجربتوا تلاقوا كثير عدد كثير كبير من الكلاب والحيوانات اللي. صح. كانت ضايعه من وراء الانفجار. بعدكم لهلا عم تقدروا بعد في مثل ما بيقولوا بعده باقي هذا الاثر؟ هلا باقي عنا 5 بسينات من وقت الانفجار ما لقيتوا لهم بيتهم ولا ما بين. لا ماجي شعراوي اللي هي الفايس بريزيدنت للجمعيه، نهار الانفجار كانت اول حدا بينزل على الارض وطلعت لايف، وانا بوقتها كنت بعدني فولنتير ومن وراء الانفجار صرت امبلويي معهم. لما طلعت ماجي كان شيء كثير تاتشي اللي شفته، بعتقد لكل حدا بحب الحيوانات. نزلت هي وكانوا يعني يمكن هي وكم شخص صارت تطلب بليز انزلوا ساعدونا لنشيل الحيوانات، وفعلا بوقتها نزلنا ثاني يوم كان منظر يمكن يعني ببكي من بزعل وبنفس الوقت ببكي لتشوفي انه كيف نزلت هالناس لتساعد.
وهلا اليوم بقي عندنا خمسه من وقت خمسه بسنوات وقت الانفجار. اب فور ادوبشن يعني اللي بده يتبنى بيقدر ينزل ياخذهم؟ هلا فيهم اثنين اب فور ادوبشن. اوكي. هن شو بسنوات ولا كلاب؟ بسنوات. خمسه بسنوات. خمسه. اوكي. وفيهم حدا عنده كرونيك ايشو اسمها هيبي. سو بالبدء نحن عم نحاول نشتغل انه نسفرها لانه يمكن هون بدها على طول يعني تروح عند الحكيم بدها على طول. بحاله بي فينا نفكر انه نسفرها مثل ما سبق قلنا انه نحن مش ضروري دغري نروح على حله انه بدنا نسفر الحيوان بهذه الحاله مثل هيبي انه في كرونيك ديزيز او بدها عنايه اكثر بدنا نسفرها. هو اكيد بس ما هو باميلا لما يقطع نحن كان قبل يصير عندنا بالشهر بحدود ال 20 ادوبشن وممكن اكثر. لما هلا نحن بيقطع الشهر كله عاملين 3-4 ادوبشن مضطرين للاسف ما عم بيكون قدامنا غير هيدا الحل لنقدر نطلع. يعني نحن من كل سفره بيكون فيها تقريبا من 15 ل 25 بسينه. سو اتس ا جود بوش لنقدر نكمل. فذاتس واي عم نضطر نلجأ لنسفر لبرا. اوكي. انتم بشو الحاجه اليوم؟ يعني اليوم ريم بصوت انيمالز لبنان اكيد انتم كتار واكيد بدنا نوجه تحيه لكل الاشخاص اللي بيشتغلوا والفولنتيرز بانيمالز لبنان. شو بدكم اليوم؟ شو عايزكم؟ شو بتطلبوا؟ نحن اليوم بالدرجه الاولى محتاجين ناس يساعدونا بالفوسترنج بروجرام. اوكي. محتاجين ادويه. اوكي. محتاجين يمكن بلانكتس يمكن بيلوز يمكن اشياء كان عند يعني عندكم اياها زياده لحيوانات منعوزه كمان. ما رح احكي محتاجين دونيشن لانه هيدي تحصيل حاصل. هيدي تحصيل حاصل. دونيشنز على طول على طول على طول. مزبوط. الجمعيات بحاجه لدونيشنز. محتاجين فولنتيرز. نحن كل يوم عندنا مشوار على الفاتس عنا نروح عند الحكيم ممكن يساعدونا انه نقدر نودي الحيوان نجيب الحيوان كل شيء ممكن يعني من ابسط الامور يمكن ادوات تنظيف منعوز كثير نحن لانه يعني طريقه التنظيف عندنا كمان تمشي ببروتوكول معين. سو اي شيء ممكن يعني تفكري فيه صدقينا نحن بحاجه له بس اكيد الاولويه للادويه ولا نلاقي فوسترز للحيوانات اللي عندنا لانه لنقدر نكمل ونساعد اكثر. هلا الادويه كلنا عم نواجه المشكله. صحيح. حتى لكل الاشخاص اللي عم بتعالجوا عندهم امراض مزمنه او شو ما كانت الامراض عم نلاقي صعوبه بالادويه. ان شاء الله قريبا نلاقي الحلول. مزبوط. بنسبه الفوسترنج يمكن احيانا شوي نقدر نوصل اليوم ونوصل الصوت أيه. للعالم انه بليز اللي قادر اللي ما عنده شيء. في كثير اشخاص قاعدين ببيوتها عن جد عندها وقت فمش متطلب منكم غير انه تخلوا هذا الحيوان يقعد عندكم شوي بالبيت حياتيكم حب وحنان وسعاده. بتعرفوا شو بيصير ليهم كمان يعني هذا فان فاكت انه في ثلاث ارباع العالم اللي بيعملوا فوسترنج للحيوان بيتعلقوا فيه. صح. بيصيروا انه اخر شيء بيصيروا يفكروا انه لحظه ليش ما انا باخذه وخليه عندي لانه حرام انه هذا كمان تعلقت فيه وتعود علي وعن جد هن بيكونوا سورس اوف لاف يعني بيعطوك حب وبيصيروا هن معلقين فيك. صح. فحلوين انه بالبيت للي ما عنده مشكله ما عنده اليرجيز اللي ما بيخاف لان في اشخاص بتخاف. مزبوط. فاللي قادر عن جد لانه بما انه الفوسترنج هينج لانه انتم كمان عم بتامنوا الاكل والشرب. مزبوط. عم بتامنوا كل شيء يعني نحن بس بدنا السبيس. مزبوط. السبيس ووقت انه هذا الشيء ما يكون قاعد لحاله اكيد او اكيد عم بيكون فيه ابيوز. اكيد طبعا اكيد هذا الشيء لازم اكيد نهتم فيه. يعني بدي اقول لكم يعطيكم العافيه ريم عن جد انت شخص كنت فولنتير لك 10 سنين تقريبا من اول ما عرفت بانيمالز لبنان وصرت معهم وصرت معهم. ايه بتحسي انه هذا الشيء صار بارت من حياتك؟ اكيد يعني ما بتقدري انه انت تقولي اليوم انا بدي فل. بتحسي عندك مسؤوليه كثير كبيره. مزبوط لانه انيمالز لبنان انا على طول بقولها اعطوني الفرصه اني احس حالي قادره اكون جزء من تغيير وجزء من امل بوقت جدا جدا صعب. صح. وهيدا اجمل احساس انه انت ترجعي بالليل على بيتك تحسي حالك انه انت عملتي شيء حلو. كريم بدي اتشكر وجودك معنا لك لكل تيم انيمالز لبنان نقول لهم ثانك يو. ومشاهدينا هيدا كانت فكره باتس اليوم. لكل اللي حابب يتواصل مع ريم وانيمالز لبنان اكيد بتفوتوا على انستغرام فيكم تتواصلوا معهم واكيد هن بيردوا عليكم. هيدا كانت فكرتنا لليوم. فاصل ومنكمل.